بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في السودان هذا المساء من قناة الشروق. ونبدأ بالعناوين. الحكومة وحركات الكفاح المسلح توقع على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين. الصادق المهدي يقول إن استقرار السودان مرهون بتحالف المكون العسكري والمدني والمجتمع الدولي. القوات المسلحة تجدد التزامها بحماية التغيير الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب. أهلا بكم. وقعت الحكومة وحركات الكفاح المسلح بجوبا على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين تنتهي في 14 من فبراير 2020. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعاشي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي ضم وفد الحكومة برئاسة الفريق أول محمد حمدان دوغلو وحركات الكفاح المسلح وبحضور وفد الوساطة من دولة الجنوب أن تجديد يعتبر قضية موضوعية تأتي في إطار التزام وجدية الأطراف للمضي قدما في سبيل تحقيق السلام دون انقطاع أو توقف، ويعطي الأطراف طاقة جديدة وقوة نحو السلام. ولفت إلى أن التمديد يقع ضمن فترة الستة أشهر المخصصة للسلام خلال الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تنتهي في 15 من فبراير 2020. قال والي جنوب دارفور المكلف هاشم خالد إن الاتفاق الإطاري بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح في جوبا خلق أجواء من التفاؤل في ولايته بتحقيق السلام المستدام في البلاد قريبا. وقال الوالي في ورشة الحلول المستدامة لقضاء العودة الطوعية بنيالة إن كل الخيارات متاحة أمام النازحين بعد زوال أسباب وجودهم بمعسكرات النزوح. وقال إن حكومته ملتزمة بخيارات النازحين، إما العودة إلى مناطقهم أو الاندماج في المجتمع أو تخطيط المعسكرات وتحويلها إلى مدن سكنية تتناسب مع وضعهم. وأشار إلى الاستقرار الذي يسود بولايته مع بشريات إنتاج الخريف من خيرات المحصولات الزراعية الوفيرة. أساس الحقوق والواجبات في هذا الوطن هي المواطنة، وأنتم مواطنون من الدرجة الأولى. هذا النزوح هنالك أسباب أدت الناس أن يتركوا غراهم وأهاليهم وفرقان وجب صفة مؤقتة، لكن إن شاء الله نحن جاهزين للعودة الطوعية بإذن الله سبحانه وتعالى. الناس يكونوا منتجين ويعمروا بلادهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن نقوم إن شاء الله بتقديم كل الخدمات. من جانبه أوضح تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية أن الورشة ستقدم توصيات تكون دليل لبرامج العودة الطوعية في الفترة القادمة. وقال إن أوراقا خصصت لمناقشة قضايا العائدين من خدمات أساسية ووسائل كسب العيش والسلام الاجتماعي بين المكونات السكنية في المناطق المختلفة. في هذه الورشة أوراق مهمة جدا تتحدث من في إطار الكلي التي تحدث عنه، اللي هو معالجة قضايا التفاوض، معالجة قضايا الأراضي، معالجة قضايا توفير وسائل سبل كسب العيش، معالجة قضايا توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه، بالإضافة لقضايا الأمنية. فإن شاء الله نحن نتوقع أن تخرج هذه الورشة بالتوصيات. رحب حزب الأمة القومي بالتحالف الإسلامي الجديد بقيادة ماليزيا. وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في الندوة القومية التي نظمها الحزب لمناقشة مستقبل علاقات السودان الخارجية في ظل الإصلاح والتغيير بالخرطوم، قال إن استقرار السودان مرهون بتحالف وتعاون المكون العسكري والمدني والمجتمع الدولي، مناشدا الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفا أنه على واشنطن أن تستيقن أن تغييرا حقيقيا حدث في السودان، مشيرا إلى ضرورة إنجاز ملف السلام والتعايش ومعاش الناس والدستور الدائم للبلاد من خلال مؤتمرات قومية تشارك فيها الرؤى، داعيا التيار الإسلامي للمراجعة وإعادة إنتاج نفسه من جديد. لقد رحبنا بلقاءات أصدقاء السودان، ونرحب باللقاءات المزمعة، في 3 لقاءات مزمعة لأصدقاء السودان أخيرا في أبريل 2020. نرحب بالمشاعر الإيجابية الطيبة، ونناشد الاستجابة لمطالب
محددة تتجاوز العاطفة هي مناشدة أشقائنا عدم محاولة جر السودان للمحورية ذات العائد السلبي للكافة. وفي هذا الصدد نرحب للتعاون مع التحالف الإسلامي الجديد الذي تقوده ماليزيا وما فيه من ثقل كبير دول هي الأكثر قدرة على الإمكانيات العسكرية. اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر اجتماعاتها لعام 2019، وأشاد وزير العدل نصر الدين عبد الباري بالجهود التي تبذلها اللجنة في مكافحة هذه الظواهر، مؤكدا التركيز على الجانب الاستراتيجي لمعالجة المشاكل الأساسية ممثلة في الحوكمة. ومن جانبه أكدت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إلى جهود السودان لمكافحة الإتجار بالبشر، مشيدة بجهود الشركاء في مكافحة هذه الظاهرة، وأكدت على أهمية دور الإعلام في عكس المجهودات التي تبذلها حكومة السودان في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في العام 2019 مستعرضا ملامح خطة العمل الثلاثية 2020-2022 ولائحة عمل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في السودان. خاطبت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لنا الشيخ ختام فعاليات الورشة الفنية لمراجعة وتطوير مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والخاص بقضايا المرأة والأمن والسلام، والتي أقامتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا والسفارة النرويجية بالسودان. وقالت الوزيرة إن الورشة ناقشت قضايا مهمة تمثل محور اهتمام وعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب عملية تمكين المرأة اقتصاديا وإزالة أسباب العنف وآثاره على المرأة والطفل وتعزيز الصحة النفسية. وأشارت الوزيرة إلى سعي الوزارة لإيجاد حلول لتلك القضايا عن طريق الحوار المجتمعي بواسطة هذه الورش الفنية والتي ستعقد بعدد من ولايات البلاد. وأكدت الوزيرة على الدور الفاعل للإعلام في إيصال المعلومة المتعلقة بالقوانين الخاصة بقضايا المرأة والطفل والأمن والسلام، ودعت إلى أهمية تفعيل هذه القوانين. بالجد شاكرين الجهد المقدر ده في أنه نقدر نقعد في خلال يومين ونتكلم عن قضايا مهمة جدا جدا خاصة بالقرار 1325 المرأة والأمن والسلام. يمكن بس من يعني الفقرة الأخيرة في إنه نحن نستمع لكل التوصيات المختلفة اللي قالت، إنه نحن نقدر نفهم إنه والله يا إخواننا ما في حاجة منفصلة لما نتكلم عن الأثر أو الوضع أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، هي الثلاثة مع بعض. لما نتكلم عن الأمن والسلام أنا لازم أعاين حاجات كلها مع بعض. لازم نفكر في إنه يا إخواننا كيف نحن نقدر نمكن المرأة اقتصادياً. المراكز يعني عجبني جداً الكلام اللي اتقال عن المراكز المفروض تكون متاحة، إذا نتكلم عن كل الخدمات، الصحة النفسية، إذا نتكلم عن الأثر للعنف ذاته، هل نحن في حقيقة مخاضين الشرائح المختلفة المتأثرة بالعنف؟ جدد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهاني التزام القوات المسلحة بحماية التغيير الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، وقطع ببقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي. وتعهد البرهان باستكمال مطلوبات التغيير وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوداني للوصول لصناديق الاقتراع واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية. وأشار البرهان لدى مخاطبة اللقاء التنويري للضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة الخرطوم بحر العسكرية إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب المزيد من التكاتف وتضافر الجهود واطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة لتجاوز كافة التحديات والعبور بالبلاد من هذه المرحلة. سنظل أوفياء لهذا الشعب الذي أراد هذا التغيير، نحن معه سنعمل على استكمال هذا التغيير
وعلى استكمال مطلوبات هذا التغيير. سنظل نحمي هذا التغيير ونعمل على أن يحقق أهدافه. الأهداف الكلنا بنعمل لها أنه نوصل الشعب السوداني إلى صناديق الانتخاب، كلنا نعمل لهذا العمل. يجب أن نحمي كل متطلبات هذه الفترة حتى نستطيع أنه في النهاية نخلي الشعب السوداني يرشح من يحكمه. نفذت القوات المسلحة تمرين سلامة الوطن بدروة جبال العين بشمال كردفان بمشاركة قوات الهجان بالفرقة الخامسة مشاه والقوات البرية الساندة. واشتمل التمرين الذي جاء في ختام العام التدريبي للقوات المسلحة للعام الحالي، اشتمل على تقنيات وتكتيكات ومهارات الهجوم المسلح لقوات المشاه. وقال قائد الفرقة الخامسة مشاه والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله إن البرنامج التدريبي مكن القوات من اكتساب مزيد من المهارات والقدرات القتالية في إطار سعي القوات المسلحة لرفع كفاءتها القتالية واكتساب أكثر الطرق تطورا في المواجهات الميدانية لقوات المشاه. تم ختام العام التدريبي إن شاء الله للفرقة الخامسة مشاة الهجانة بتنفيذ تمرين هجوم كتيبة مشاة، تمارين ذات جانب واحد. نفذ التمرين بصورة طيبة جدا وبصورة جميلة جدا، وأبرز كل الدروس التي يمكن إبرازها في التمارين المماثلة. وبهذا نحن نكون في الفرقة الخامسة غد ختمنا عامنا التدريبي زي ما ذكرت في بداية حديثي. إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون الاستعدادات من هنا ومن هذه الدروة إن شاء الله لمهرجان الرماية في 2020 والذي سيقام بالفرقة الخامسة هجانة بالأبيض. من جهته أشاد ممثل قائد القوات البرية العميد الركن عصام الدين أحمد الفكي بالإتقان وجودة الأداء التي أظهرتها القوات المشاركة في التدريب، مما يدل على تطور الأداء القتالي للقوات المسلحة وقدرتها على التعامل مع كل المتطلبات العسكرية، مشيرا إلى أنه يجيء في ختام سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة التي نفذتها القوات المسلحة هذا العام. يرجع ذلك لاهتمام الفرقة الخامسة مشاة قيادة وضباط وصف جنود بأمر التدريب، وهاهم الآن يختموا العام التدريبي. وحقيقة يعني كان مستوى كبير جدا اشتركت فيه كل وحدات الفرقة الخامسة مشاة والوحدات الساندلية، وكان تمرين بالذخيرة الحية ونفذت فيه كل فعاليات ومراحل تمرين الهجوم. ومن هنا يعني نحن نرسل رسالة من ديار الهجانة بمنطقة جنوب الكردفان إنه القوات المسلحة لا زالت بخير وبعافية طالما رجالها وقواتها يقوموا على أمر تدريبي وله اهتمام كبير جداً. أكد قائد اللواء 41 بكسلة عميد خالد نصار تلاحم القوات المسلحة وكافة الأجهزة النظامية مع المواطنين، مشيرا إلى دور الجيش السوداني في حماية الثورة منذ انطلاقتها وحتى تحقيق إرادة الشعب. وقال النصار الذي كان يخاطب طابور السير للقوات النظامية بالولاية في ختام البرنامج التدريبي للجيش، قال إن احتفال أهل كسلة مع القوات المسلحة يؤكد الانسجام الكبير بين المواطن وقواته المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل تحرس مكتسبات الوطن تحت كل الظروف. هذا الطابور كانت في منتهى الانسجام طوال المسافة من نقطة الانطلاق وإلى أن وصلت إلى نقطة النهاية. شهدنا تجاوب كبير جدا من المواطنين مع قواتهم النظامية، وده واحد من الأهداف اللي بنسعى لتحقيقه، إنه نوضح لكل الشعب السوداني إنه هذه القوات هي قواته، ومهما حدث كل هذه القوات تضع الوطن في حدقات العيوب وتتسامى عن كل الجراحات. مهما حدث هذه القوات يهمها أمن الوطن أولا وأمن المواطن. إلى ذلك قال والي كسل المكلف محمود همت إن القوات المسلحة باتت الآن أكثر قربا من المواطن وأكثر من أي وقت مضى، مبينا أن الجيش ظل هو الضامن الحقيقي لوحدة الوطن وأمنه واستقراره. وأشار همت إلى تماسك المنظومة الأمنية بالبلاد. أقول في مثل هذا اليوم نكون أكثر سعادة، ومواطن هذه الولاية يضمن
أمنه وأمانه بهذه المسيرة وهذا الموكب العظيم. ونقول لأهلنا في ولاية كسلة أنتم محروسين بالرجال ديل وجاهزين لأنه يؤدوا أي عمل يوكلهم في أي مكان وأي زمان. يا جماعة العمل في هذه الأيام هو في نعمل نحن الآن في ظروف استثنائية، مطلوب مننا مجاهدة ومطلوب مننا مضاعفة للعمل بنقوم به في الأيام العادية. وأنا أفتكر أنه هذه المنظومة الأمنية بتماسكها ده هي صمام أمان للسودان. إن شاء الله نمرق لبر الأمان وكون سلمنا أهلنا هذه البلاد آمنة سالمة مستقرة. ثمنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرم مبادرة خريجي كلية العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم والمتعلقة بمشروع النظافة العامة برعاية من إدارة الجامعة، هذا وقد انطلقت حملة النظافة العامة بولاية الخرطوم ومن المقرر لها أن تشمل كافة ولايات السودان. من جانبها امتدحت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن المسؤولية الاجتماعية التي أبداها بنك الاستثمار المالي بفتح محفظة لاستثمارية في هذا المشروع، مؤكدا حاجة المدن والقرى والأحياء لسواعد الشباب في العمل الجاد والمثمر لبناء الوطن. احتفلت جامعة الخرطوم بمرور 10 سنوات على تأسيس معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية وذلك بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون والسفير الصيني لدى الخرطوم وعدد من الدارسين والباحثين والمهتمين. وأوضح السفير الصيني أن المعهد مثل جسرا جديدا ما بين الخرطوم وبكين للتواصل الرسمي والشعبي من خلال الثقافة والعادات بين الشعبين، مجددا حرص بلاده على العلاقات الثنائية بين البلدين. فقرات السودان هذا المساء متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. وزارة المالية تؤكد حرصها على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية، وكشف عن أهم أولويات المرحلة ومن بينها تعبئة الموارد ودعم الخدمات الأساسية للمواطن بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات والحرص على تقديم مكاسب واضحة للمواطن. وأكد الوفد السعودي حرص بلاده على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك اعتمادا على العلاقات الراسخة بين البلدين، وتم التفاكر بين الجانبين بمشاركة السفير سفير المملكة لدى السودان علي حسن بن جعفر ورئيس هيئة الاستثمار هبة محمد علي حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. رياضيا، انتقد المدير الفني لنادي المريخ العاصمي جمال أبو عنجة من ضغوط برمجة الدوري الممتاز، لافتا إلى أنها أثرت بشكل سالب على مستويات الفرق واللاعبين بشكل عام. وأرجع أبو عنجة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعطبرة على خلفية المباراة الدورية مع مضيفه نادي الأمل العطبراوي، أرجع تساقط وغيابات اللاعبين عن المباريات بفعل الإصابات وتوقفهم بسبب الإنذارات نتيجة للبرمجة الضاغطة والتنقل المرهق بين الولايات، داعيا لإعادة
تقييم تجربة الدوري الممتاز عقب نهاية الدورة الأولى ودراستها ومقارنتها بتجربة دور النخبة. وفيما يتعلق بالموقف الفني، أعرب أبو عنجة عن ثقته في جاهزية فريقه وتطور مستواه من مباراة لأخرى، مؤكدا بأنه يعتمد في مزج تشكيل فريقه ما بين عنصري الشباب والخبرة مع إتاحة الفرص بشكل متوازن ومستمر لعناصر فريقه في برمجة الدوري الممتاز. في ختام هذه الجولة من السودان هذا المساء، هذا تذكير بأهم العناوين. الحكومة وحركات الكفاح المسلح توقع على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين. الصادق المهدي يقول إن استقرار السودان مرهون بتحالف المكون العسكري والمدني والمجتمع الدولي. القوات المسلحة تجدد التزامها بحماية التغيير الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب. نهاية جولتنا في السودان هذا المساء، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. أشكر لكم طيب المتابعة، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.